أشياء تراها لأول مرة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. العالم مليء بالأشياء الغريبة، فالمجموعة الأولى تندهش من تنوع بعض الأشياء الموجودة في كوكبنا، والمجموعة الثانية تثير لدينا عدم الفهم، وهناك مجموعة ثالثة من الأشخاص. هيا لا نسبق الأحداث. لقد جمعنا لحضراتكم في هذا الفيديو أكثر الأشياء غرابة التي لم تروها في حياتكم، ونحذركم من البداية بأنكم سوف تصدمون من بعضها. هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ. حافظة نقود على شكل فم. هناك أشياء إذا رأيتها تجد نفسك تقول: ماذا؟ لما فعلت هذا؟ وهذه واحدة منهم. ديجي هو شخص ياباني مبدع يحب أن يصنع أشياء تنظر إليها فيخيل إليك أنها مصنوعة من جلد الإنسان. بالطبع هي ليست جلدا حقيقية، ولكن شكلها يبدو كذلك، مثل حافظة الهاتف والشاحن، فأشكالها مخيفة جدا. وها هو منتج جديد من هذا الفن الغريب: حافظة نقود على هيئة فم رجل له أسنان وشفتان، وأيضا له لحية خفيفة. أقولها بصراحة بأني لا أفهم لماذا صنع هذا الشيء. عسل في الفضاء. يمكن أن تفعل أي شيء اعتدت عليه أو تقول كلاما في الفضاء ويكون مردوده ليس عاديا، يكون شيئا لم يره أحد من قبل، لأن هناك الكثير من الناس ذهبوا إلى سفينة الفضاء MKS وجربوا على أنفسهم جميع غرائب الفضاء. هذا هو السبب عندما قام رجل الفضاء من وكالة كندا الفضائية ديفيد سانجاك بفتح علبة العسل في ظل انعدام الوزن، فحصلنا على هذا الشيء المدهش. هل أنتم متخيلون ماذا سيحدث إذا قلبنا وعاء يحتوي على عسل سائل على جانبه في المطبخ مثلا؟ بالطبع سيسيل إلى الخارج، وعلى الأرجح سيتسبب لكم في مشاكل كي تنظفونه. ولكن الأمر يختلف في الفضاء، حيث قامت شروط انعدام الوزن بتغيير العسل. في المكان الذي تنعدم فيه الجاذبية نجد أنه يمكن شد العسل مشكلا شريطا من المذاق الحلو، وهو شريط متين لا ينقطع، على الرغم من أن رجل الفضاء كان يلف الغطاء. الكهرباء الموسيقية. هل سمعت عن ملف تسلا؟ بالطبع سمعتم، من ذا الذي لم يسمع؟ بل البعض رأى بعينيه فكرة عمله، فهذا الجهاز غير عادي، أو ربما صادف أن رأيته في أحد الأفلام أو المسلسلات. في الحقيقة ملف تسلا يستخدم من أجل إنشاء التأثيرات الضوئية الكهربائية المختلفة في العديد من المعارض والعروض وفي المتاحف الفنية، لأن شكله رائع جدا. ولكن بعض الأشخاص المبدعين أوجدوا استخداما آخر لملف تسلا، ومن أفضل الأمثلة على ذلك هي الفرقة الموسيقية التي تحمل اسم أركاتياج، التي تحول الكهرباء إلى موسيقى من نوع خاص. لا تخلط الأمور ببعضها البعض، نحن لا نتحدث عن الموسيقى الإلكترونية، هي بالفعل تجعل الجهد الكهربائي الذي يصل إلى مليون فولت الصادر من اثنين من الملفات لتسلا يشبه الموسيقى. ويجب أن نذكر أن الآلة في حد ذاتها يمكن أن تصدر القوس الكهربائي، إلا أن هذه المحولات تولد أقواساً ذات شحنات كهربائية لا تكتفي بإضاءة المكان بشكل غير عادي فقط، ولكن تغني على الترددات المطلوبة. صوت الكهرباء يمكن أن يصاحبه عازف على الجيتار يرتدي بدلة خاصة، وأيضاً إنساناً آلية. جميع آلات التحكم لديها نظام حماية وقادرة على تحمل جهد كهربائي عال. هل يمكننا القول أن أركتاك يستخدم العلم من أجل إصدار الموسيقى؟ نعم، فهم بالفعل يحولون البرق إلى صوت. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ ساندويتش المظلة. الكثير منا لعب على المنطة في الطفولة، بل هناك الكثير يلعب عليه إلى الآن. أثناء ممارسة بعض التمارين التي لها علاقة بالجمباز أو لمجرد التسلية فقط، بل ومن الممكن أن تكون قد فكرت في ما العمل إذا قمنا بوضع منطة فوق المنطة التي تلعب عليها؟ فهل يستطيع الشخص أن يقفز بينهما؟ هل يستطيع أن يتوقف؟ ماذا سيحدث إذا كانت المنطة تتحرك؟ ألم تفكر في مثل هذه الأسئلة؟ لقد عثرنا بالفعل على أشخاص لم يقتصر تفكيرهم على الخيال فقط، بل حولوه إلى واقع، وهذا المنظر شكله رائع جدا. التخدير الافتراضي.
العمليات الصعبة تتم تحت تأثير المخدر، ولكن المخدر لديه عيوب خاصة مثل الآثار الجانبية التي تظهر عادة بعد العملية، وأيضاً سعره، فليس كل مريض وليست كل عيادة تستطيع أن تستخدم التخدير، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالعيادات الحكومية أو بدق حال السكان. إلا أن الطبيب المكسيكي خوزي لويس ماسا فاسكيس فكر في كيفية التغلب على تلك المشكلة، حيث يقوم الجراح باستخدام سماعة رأس ومسكن بدلاً من استخدام التخدير الكامل. يبدو أن هذا كلام غريب أو يعد جنوناً، ولكن تلك الطريقة لها تأثير. استخدام الواقع الافتراضي وفقا لكلام الطبيب يؤدي إلى تقليل التوتر من الإجراءات الطبية، وبالتالي يستخدم جرعة قليلة من المسكن، والمنطق هنا بسيط جدا. فالمريض يقلق عندما يرى أن الجراح يمسك أحد أطراف جسده، وهذا أيضا يسري على أولئك الأشخاص الذين لا يخشون الأطباء. ولكن بعد أن ترتدي نظارات الواقع الافتراضي، فإن المريض لا يرى المشرط أو أي آلة طبية أخرى، فبدلاً من ذلك يرى المريض بأنه قد سافر إلى إحدى الرحلات الممتعة، وبهذا نجد أن تكلفة العملية أقل بكثير، وجسد المريض لا يتحمل هذا الكم من التوتر الناتج بسبب التخدير الكامل. على أي حال، الطبيب يمسك في يده مستحضرات قوية إذا ظهرت مشكلة وبدأ المريض في شد أعصابه، فإن خوزي مستعد أن يستخدم تلك المستحضرات. قاطع الخشب تحت الماء. قاطع الخشب الذين يمارسون تقطيع الخشب على الأرض تعودوا على هذا الأمر، لكن ما الأمر إذا كان تقطيع الخشب تحت الماء؟ منذ الوهلة الأولى يهيأ لك أنه لا يوجد منشار لا يعمل بالبنزين تحت الماء، ولكن هذا الشاب لم يستطع فقط أن يقوم بتشغيل المنشار، بل وعلى العكس استطاع أن يقطع كتلة من الخشب قابعة تحت الماء. في الحقيقة قاطع الخشب تحت الماء يمكن أن يصطدم بمشاكل كبيرة. ما تم قطعه من أخشاب نجده يصعد إلى السطح بسرعة، ها أنتم ترونها سابحة في الماء، كيف تستطيعون قطع الخشب في تلك الظروف؟ قوة الصوت. الناس تستخدم الماء من أجل إطفاء النار أو الرملة، فتكون النتيجة أن بعض ألسنة اللهب تنطفئ، لكن العلماء اكتشفوا طريقة أخرى، فهم يقترحون إطفاء النار بواسطة الصوت، حيث قام طلاب جامعة جورج مايسون بعمل تصميم أولي لنموذج يستخدم الموجات الصوتية من أجل مكافحة النيران، فبدأ شكله مثل مكبر الصوت الذي يرسل موجاته ذات التردد المنخفض إلى نقطة معينة. وبالطبع لا توجد الموجات من العدم، لذلك يوجد مولد يصل وزنه إلى 9 كيلوغرامات تضطر لحمله معك. هذه التقنية من الناحية الفيزيائية بسيطة جدا، حيث يعمل الصوت على زيادة سرعة الهواء في محيط اللهب ويطفئه. وهناك ميزة يتفوق بها على طفايات الحريق، بأن هذه التقنية ليست ضارة بل نظيفة، ولا ينتج عنها أي آثار تدميرية. قام الطلاب بتسجيل براءة الاختراع، ويعتزمون في الوقت الحالي إعداد نموذج تجاري لحريق المستقبل، وهم يؤكدون أنها يمكن أن تأتي في حجم أحد الأجهزة الصغيرة، وسيكون أيضاً جهازاً قوياً لمكافحة حرائق الغابات. السيرك ذو التصوير التجسيمي. تاريخ استخدام الحيوانات في عروض السيرك يصل إلى أكثر من قرن، إلا أن هناك الكثير من الناس في الوقت الراهن يفكرون في مدى خطأ هذا الأمر. فقط تخيل أن الحيوانات يقضون الجزء الأكبر من حياتهم، إن لم تكن حياتهم بأكملها، في قيد وعدم حرية، بالإضافة إلى طرق الترويض لا تتميز بالإنسانية، لذلك يمتنع المشاهدون في العالم عن دخول السيرك بسبب استغلال الحيوانات. ولكي تصحح هذا الموقف، بدأ السيرك الألماني رينكالي، والذي تم بناؤه في عام 1976، في تقليل عدد الحيوانات التي يستخدمها في العروض من التسعينات، وفي نهاية المطاف جاءت التكنولوجيا لتنقذ الموقف، والآن يستخدمون التصوير التجسيمي بدلاً من الحيوانات الحقيقية، ومن أجل ذلك تم إعداد تقنية خاصة تسمح بإسقاط 11 آلة في وقت واحد، والتي تسمح بعرض افتراضي للحيوانات لجميع المشاهدين. التصوير التجسيمي يسمح للسيرك بعرض الحيوانات بملء ساحة المسرح، وأيضاً جميع الأشياء الافتراضية الأخرى. على أي حال، حتى مع تشغيل الصور الافتراضية
نجد أن العدد الأكبر من العروض في رينكالي يقوم به الفنانون. سباق الحمام. تعودنا على رؤية سباق الخيل والكلاب، ولكن ماذا إذا أقيمت تلك المسابقة بين الحمام؟ هو أحد أشكال الرياضة يشترك فيها الحمام الذي تدرب خصيصاً على هذا النوع من السباق، حيث يقومون بنقلهم إلى ساحة السباق في شاحنات كبيرة، وبعد ذلك يطلقون سراحها في وقت واحد. وإذا أردتم قول الحقيقة، فإن رؤيتها مثير حقاً. ينبغي على الحمام بعد إطلاق سراحه أن تطير إلى مبيتها بعد أن تقطع مسافة معينة. يتم حساب سرعة كل طير على حدة عن طريق المسافة المقطوعة والوقت الذي استغرقه الطير في الوصول. ومن المفترض أن يكون سباق الحمام قد بدأ في عصر ما قبل الميلاد، ولكنه لم يتطور إلا مع بداية القرن 19. ومع بداية القرن 20 كان هذا النوع من الرياضة غير رسمي في الألعاب الأولمبية. وفي الحقيقة من المستبعد أن تكون تلك المسابقة ممتعة، ولكننا جميعا متفقون في شيء واحد، وهي اللحظة التي ينطلق فيها العشرات بل والمئات من الطيور إلى الحرية في وقت واحد. إنها تعد من أروع اللحظات التي من الممكن أن تصادفوها في حياتكم. الطرف الصناعي ليغا. تصميم البناء في ليغا هي قطعة رائعة من الممكن أن تجمع من خلالها أي شيء في الحياة، حيث يعد النحاتون والفنانون من أكثر المستخدمين لها، ويقوم المهندسون بإنشاء ألعاب ذات تقنية عالية من القطع الملونة الموجودة بها. ولكم في شبكة الإنترنت يمكن أن تقابل دائماً أولئك الأشخاص الذين يعتبرون فاقدين لأحد أذرعهم إن لم يكن معهم الليغا بالمعنى الحرفي للكلمة. من المعروف أن الطاقم الحديث لليغا لا يحتوي فقط على قوالب الطوب الصغيرة والأشخاص، ولكن العديد من القطع المفيدة الأخرى، حيث قام الشاب ديفيد إيغلر بالانتفاع من كل تلك الأشياء. حيث ولد ديفيد بدون الساعد الأيمن وقام بصنع طرف صناعي. هذا الطرف الصناعي مميكن من تصميم البناء ليغا، وتجدر الإشارة إلى أن الصبي استطاع أن يصنع أول طرف صناعي بسيط عندما كان طفلاً، ومع مرور الوقت بدأ في صقل موهبته وبدأ في دراسة الهندسة البيولوجية في الجامعة. أول نموذج إلكتروني للطرف الصناعي ظهر منذ عام، ومنذ ذلك الحين وديفيد يقوم بتطوير النموذج مضيفاً إليه بعض الكماليات الجديدة ومزوداً إياه ببطارية، وفي النهاية حصل على طرف صناعي كامل الوظائف مزود بمحرك كهربائي الذي يسمح بثني الذراع وتحريك الأصابع ويمسك الأشياء الصغيرة. ولكن الهدف الرئيسي للشاب هو صنع طرف صناعي للأشخاص الذين يحتاجون إليه، وهذا بالطبع شيء مهم، لأن سعر الطرف الصناعي الجيد هو سعر خيالي يصل إلى آلاف بل وعشرات الآلاف من الدولارات. لذلك فإن أي شخص يستطيع أن يغير الموقف سيصبح بطلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى في نظر الإنسانية. اللوح المرسومة بالخدوش. على ما يبدو أن كل شخص رأى ذات مرة رسوم الجرافيتي على أحد الحوائط، وهذا يمكن أن يكون لوحة عمل فني حقيقية أو توقيعاً بسيطاً للفنان في مكان غير ملائم. ليس هذا هو المهم، لكن أعمال فنان الشوارع ألكساندر فارت بالفعل تتميز عن الآخرين، فهو يقوم بعمل اللوح باستخدام ليس فقط بخاخات الهواء المضغوط مع الألوان، بعد أن يصنع رسماً تقريبياً للرسمة التي يريد في الأصل أن يرسمها، يقوم ألكساندر بعملية تجزئة وتقطيع وتثقيب للحائط على أعماق مختلفة، وتلك العملية تتطلب الكثير من الصبر والمثابرة. نعم، كل شيء صحيح، يقود بخدش اللوحة في الحائط ويفعل ذلك بشكل جمالي، ويقوم ألكساندر باستخدام حوائط المنازل الموجودة في الأحياء القديمة باعتبارها أماكن مناسبة للرسم والمحتفظة بمحارتها، وأيضاً على حوائط المسارح الملصوق عليها الصور السميكة، وبعد ذلك يضيف بعض الألوان أو إلى تظليل الحائط على تلك الأماكن التي كانت ظاهرة، وبالتالي نحصل على لوحة فنية رائعة. شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.